هي قصة الانسداد السياسي في انتخاب رئيس مجلس النواب أو بديل الحلبوسي، وتقول أنه عبد العاص ما زال بينهم. مرات بدك صغيرة تعبئها تفتلها تفجرها. ايش جاب ابن العاص بالموضوع؟ تدري انت ابن العاص وموسى الاشعري اي ارادوا يفضوا صفين بين معاويه وعلي، واين معاويه من علي؟ فابن العاص ضحك على ابو موسى الاشعري اي قال له احنا خلينا نخلعهم اثنينهم حتى أي. تفض القصه بين المسلمين. وابدأ أنت بخلعي صاحبك. فبدأ الأشعري بخلع صاحبه كما يخلع السيف أي. من غمده. فابن العاص قال أنا أثبتك كما أثبت سيفي في غمده. كان هناك جهتين. من يمثل دور ابن العاص بهذه؟ المخلوع في هذه القصة معروف، هو المخلوع ولم الثاني ولم منافسه من على الإطار، لا لا يعني منافسه من المكون، من المكون، من المكون. اي انا ما اريد احكي بأسمائهم هوايه لانه أي. اترفع بس. اي ايش تعتقد اليوم المشكله ليست هذه المشكله؟ أي. انه الشيعة دخلوا طرف اساسي في هذا الصراع. طبعا نقدر نسميه صراع. اي طبيعي نتفق على انه صراع. نعم. اي فحتى يهربوا من هذه المعركه ومن هذه المسؤوليه، وحتى يصفوا خلافهم، لان الشيعة ايضا كل فريق يريد مرشح، وصحيح اي الشيعة احدهم مع الاخ المشهداني، وأحدهم بعضهم مع سالم العيساوي. سالم العيساوي أي. وهو في الحقيقة كل واحد من يربح ربح يصب بجيب غيره، يعني مشهداني يصب بجيب واحد، والعيساوي يظن أنه هو الفوز لخميس، وهناك الفوز للحلبوسي. أي. فالإطار ينظر للترشيحات والتصويت كما ينظر لهذول القطبين، هم نازلين للتصويت، مو العيساوي والمشهداني، وإنما من يقف وراءهم. ولذلك حتى يهربوا من مسؤولية الانشقاق داخل الإطار الشيعي، طلبوا من المكون السني مطلب تعجيزي، لم يطلبونه من أنفسهم، اللي هو ائتونا بمرشح واحد. أي. زين أنتوا يا شيعة لما جبت السوداني الشيعة كلهم اتفقوا عليه؟ لا، كان هناك إطار وهناك تيار، إرادتين مختلفتين، انسحب واحد منهم والثاني خلت لكن له. لكن بالمحصلة جاءوا بمرشح واحد اللي مجلس النواب. منو؟ اللي هو السوداني. لا لا، قصدي الشيعة قبل ما يترشح ويتكلف السوداني أي كانوا فريقين، صحيح ولا لا؟ انسحب التيار، صار فريق واحد رشح ونجح في مجلس النواب. زين، قصدي ما اتفق كل الشيعة على السودان. إذن أنت تقول الإطار مارس سياسة تعجيزية ضد قوى المكون السني؟ طبعا، والكرد أيضا، حتى الديمقراطي أي الكردستاني أيضا يريد يطلع من الخانة المشكل بين الطرفين السنيين، قال لهم أرجوكم اتفقوا جيبوا لنا مرشح واحد نصوت عليه. زين، والكرد لم يطلبوا هذا من أنفسهم. لما إجا موضوع رئاسة الجمهورية ايه؟ ترشح الأخ لطيف رشيد، وبرهم كان مرشح نفسه، صحيح؟ أي أربيل مع لطيف، وسليمانية مع الأخ دكتور برهم، كمان ما حطلب منهم يوحدون موقفهم من رئيس واحد. ليش نطلب من السنة احنا هذا المطلب؟